اروح ادلقه؟ لا لا لا، سيبي انت ده وروحي البسي عشان تلحقي كليتك لوحدك، مش كده تعب عليكي؟ لا مش تعب ولا حاجه، روحي انت بس. يلا يلا يا ماما يلا. مش فاهمه ايه حكايه الميه دي كل يوم، معقول كده يا ربي؟ بونجور يا مدام انيسه. صباح الفل يا ست سلوى. ما تعرفيش الميه دي منين؟ من عندنا. دي ميه صرف صحي؟ لو حياتك، دي ميه طهره نظيفه شريفه من الحنفيه. طب يا ريت تبقوا تنشفوها علشان دي مغرقه الارض. بكسل، بسيبها تنشف لوحدها. ما بتنشفش، كل يوم بتزيد عن التاني. اصل الماسوره مكسوره وبتشر على طول، وانا بقى غلبت مع السباكين. ايوه بس لازم تشوفوا حل، لان الميه دي بتسترسب بتروح تحت الارض، ودي بتهدد اساس الفيلا. مش قوي كده يا مدام سلوى. وبعدين حرام الميه دي ميه شرب، بتتكلف كتير. طب ما احنا بندفع له تمنها يا اختي من العداد. ايوه بس الفيلا ليها عداد واحد واحنا بندفع النص. خلاص يا اختي، نبقى ندفع لهم احنا بقى زياده شويه عنكم. المساله مش مساله فلوس، المساله ان دي ميه نظيفه بتاعه شرب، فبتحتاج لماده كمويه علشان تكررها، ودي بتكلف الدوله عمله صعبه. ما احنا كمان يا اختي عندنا عمله صعبه. خلاص نبقى ندفع العداد بالدرال. انت مش عايزه تفهميني ليه يا مدام اخضر؟ على قد العلام يا مدام حمراوي. ما فيش علام خالص، لكن بفهم اكتر من خريجة المردوديو. وبعدين بقى بطولة اللسان دي؟ انا لساني طويل يا ممخ خرفان، يا سنة خمسة بدنجان، يا خريجة المروستان. اخرسي يا ماما، اخرسي. انا اخرس. ايه حصل؟ حدود. طب شوف حدودك انت ايه الاول، وبعدين تعالى كلمني. المفروض يكون في اسلوب راقي بين الجيران للحوار. هو ده الحمار اللي انا اعرفه، واذا كنتوا مضرورين من الميه ما تدفعوش حاجه. ايوه بس ده بقى اسلوب متخلف. انا مش متخلف عن الوعد بتاعي، انا قلت انا مستعد اقوم بالعداد كله. نفسي مره واحده بس تقف على نفس الارض اللي انا واقف عليها. وانا واقف فين لمؤاخذه؟ وحضرتك واقف على الارض وانا واقف على البحر. ما انا واقف على نفس الارض اللي انت واقف عليها اهو. مفيش فايده. على راي سعد باشا. الاتنين هيطقوا من اللي عندك، وانتي شايطين نار على الاخر. طب وبعدين؟ معقول هيفضلوا متخاصمين كده ورمضان داخل علينا؟ دي عمرها ما حصلت لنا ابدا، لازم يعقلوا بقى. مين هيعقلهم بس؟ احنا طبعا، اصلهم محتاجين حد يشد عليهم شويه. انا هشد على اللي عندي وانت تشد على اللي عندك. خلاص، وانا هشد لغايه ما حلي يتقطع. باي باي. باي باي. دول ناس ما يتعشوش ابدا. كانت غلطه عمري لما خليت صاحب الملك ياجر لهم الشقه الثانيه في الفيلا. ليه بتقول عليهم كده يا طنط انيسه وانكل سيد؟ طيبين قوي، مش انتوا دايما تقول عليهم كده؟ امتصينا في نظرنا، ما كناش شايفينهم على حقيقتهم. بابا حضرتك دايما كنت بتقول لي ايه؟ دول جيراننا وقدرنا وعلى راي المثل. لا ليلى، جارك قدامك ووراك، اما شاف وشك يشوف قفاك. انو مون ديو نو مون ديو، ادي اللي خدناه منهم. ليلى مش عايز اسمع الامثله البلدي دي بتاعه طنط انيس على لسانك ابدا، ولا تكلمي حد فيهم ابدا، مفهوم؟ ولا صباح الخير ولا مساء الخير يا جاري، خليك في حالك وخليني انا في حالي. ابدا ابدا. علشان خاطري، لساني لن يخاطب لسان الوليه دي ابدا بعد كده. قال على راي المثل، خلي بينك وبين الجار بغيط، وبينك وبين الجار حيط. طلعين لي فيها على الفاضي، وبسلامته دايما يكلمني من طرف مناخيره، عامل لي فيها قيم. يعني لو ود ولا حديث يلد. مهما حصل فبرضه ما نقدرش نستغنى عنهم. الله الغني يا سيدي،
ده بيقعد يتكلم معايا ويرطن بالوحى والفصيح وانا قاعد قدامه زي تورة الله برسيمه. ده قاصد يذلني. يا بابا لا يمكن كمال بيه يكون يقصد حاجة زي دي. اتلهي، ده كنا فاكرين مراته هي اللي لسانها طويل، هو طلع اسخم منها. عملنا حساب العقربة والحية ما كانت على البال. اسمع عم اقولك، اوعى اشوفك تروح عندهم تاني ولا تعبر حد منهم ابدا، فاهم؟ الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. ايه 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 في ايه مالك؟ ايه ده ايه ده ايه ده، عملت فيها ايه يا مجرم؟ لا يا بابا بالعكس، ده هو اللي انقذني. انقذك من مين؟ تعالي تعالي فهلي لي جوه يا مجرم. خش يا حبيبتي. ماما ماما حسن، سيد الحين يا سيد، مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في انت متعلق؟ تعالى تعالى خش روح. ايه اللي حصل؟ اصل كان في اتنين حراميه عاوزين يخطفوا ليلى. فين؟ على النص اللي في اخر الشارع، انتهزوا فرصه ان الحته ضلمه شويه. وبعدين وانا ماشي سمعت واحده بتصرخ، بصيت لقيتها ليلى، دم جاي في عروقي وقلت ما بديهاش بقى، قمت مديهم. اوقع الاولاني على الارض، هوب يخش عليا التاني، اجيبه هو كمان على الارض يصحى الاولاني. يا حبيبي يا ابني اسكت انت. وبعدين يا ابو علي؟ مفيش، دب طاخ دب طاخ لغايه ما خلصت عليهم هما الاثنين، جريوا نفدوا بجلدهم. يحميك يا ابني، اسد ابن اسد. مش واجب برضو نروح نطمن على ليلى؟ طب افرض بقى ان كان معاهم سلاح ولا حاجه. احنا بيهمنا سلاح ولا غيره، ده حسن والاجر على الله. بصراحه انا ساعتها ما فكرتش في حاجه ابدا، حسيت ان ليلى في خطر، وليلى دي زي اختي، الدم جري في عروقي وعينيا طقت شرار. انت دايما جاهز. ما تبقيش ترجع من الكليه بالليل لوحدك ابدا. طول ما فيش شباب زي حسن ده يبقى ما فيش خوف ابدا على ليلى ولا على غيرها. طبعا ده كان عامل زي الوحش، كل ما يضرب واحد يطلع التاني لحد ما خلص على الاربعه. الله، انت مش كنت بتقولي انهم ثلاثه؟ ما نسيت واحد كان ماسكابي ورا عمود النور. الحقيقه حسن ده انا لازم اعتذر له واشكره، احنا كلنا لازم نشكره. خلاص حد يروح يجيبه علشان نشكره. معقوله برضو يا ماما هو اللي يجي؟ المفروض اللي احنا نروح له، وبالمره كمان نشكر طنط انيسه وانكل سيد. نشكرهم على ايه يعني؟ هما كانوا عملوا ايه؟ خلفوه. ايوه المفروض احنا اللي نروح لهم يا سلوى. جميل، انت بتقول ايه يا كمال؟ مش انا اللي بقول، الاصول هي اللي بتقول كده، ورمضان كمان بيقول كده. ما تتكلم يا بابا. ايوه فعلا رمضان قرب، وده شهر فضيل بيبقى كله تسامح ومحبة وتراحم. يلا يا ماما يلا بقى. لا لا يا ليلى، أنا نفسي مش جيالي. ومين سمعك؟ لكن الأصول لازم تتعمل. يلا يلا يا سلام. يلا يا ماما يلا بقى. لا يلا بقى. لا يلا مش عايز. يلا يلا لا ما تزقونيش ما تزقونيش. لا بقول لك ايه يا سيد بيه. نعم. كل سنه وانت طيب. طيب. مدام سلوى. صباح النور يا مدام أنيسة. بتشتري حاجة رمضان؟ كل سنة وانت طيبة. وانت بالصحة والسلامة. ايه ده ما شاء الله ما شاء الله، انت شاري حاجات كتير قوي. شهر صيام بقى وعاوز تغذية. جبت الخزين؟ خزين ايه يعني؟
المكسرات وخشاف يعني؟ لا، السكر والزيت والرز والدقيق بتحكحك العيد. طب وانا اخزن ليه ده؟ اول حاجه ما بتخلص بنزل اشتريها اول باول من السوق، ما هي موجوده. محدش ضامن يا حبيبتي، اتسوح انا بقى ولا ايه؟ طيب لما انت تخزني وغيرك يخزن، السوق بالشكل ده يبدا ما يبقاش في حاجه. اصل انا بقى عرفت ان السكر والزيت والرز هيحصل فيهم ازمه على نص الشهر. في سور؟ ها؟ يعني انت متاكده؟ والصابون كمان، ناس كبار في السوق قالوا لي. اما ده لو حصل في رمضان هيبقى مقلب مش حلو ابدا. هيحصل، علشان كده انا اديت الجدع اللي ماسك المخزن هنا قرشين في ايده عشان يجيب لي الكميات اللي انا عايزاها. طب كويس، هو فين الجدع ده؟ اهو شحاته، تعالى. هي عملت ايه؟ انا تحت امرك جهزت لحضرتك كل الطلبات اللي طلبتيها وهوديها لسيادتك لحد البيت. وانا طب شوف طلبات سلوى هانم الاول. انا تحت امر سلوى هانم. امور يا فندم، عاوزه قد ايه رز؟ انت خدتي قد ايه يا انيسه؟ 20 كيس. هات لي انا 30 كيلو. تحت امرك 30 كيلو. ها، والسكر يا فندم؟ مدام انيسه لغايه دلوقتي واخده كرتونتين، كل كرتونه فيها 20 علبه سكر مكن. هات لي انا اربع كرتونات. تحت امرك. وما تنسيش الصلصه، هيجيب لي 30 علبه. هات لي انا 100 علبه. 100 علبه، تحت امرك فندم. وعندهم كمان دقيق قمح درجه اولى. احجز لي انا فدان. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك وتعالى انت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اتنا في الدنيا اعلنوا ولا لسه؟ لسه، تلاقيهم بيدوروا على الهلال. يكون في علمكم سواء رمضان كان بكرة ولا بعده، فأول سحور هيكون عندي وأول فطار عندي. رمضان غالبا هيكون بعد بكرة يا جماعة. استنوا علي شوية حسن. فإننا نزف إلى المواطنين بشرى بدء الشهر الفضيل، وعلى ذلك يكون الصيام باكر بإذن الله. أما قوم بقى علشان السحور. لا أنا قلت السحور عندي. أنا عندي حاجات فايضة هجيبها برضو تساعد. بس يا ريت يبقى سحور خفيف يا ماما. ايوه، خفيف احسن حاجه. لو تخس يا سيد بيه كلنا لازم نخس، ودي فرصه. السحور جبنه وفول وزبادي بس. هو كده خفيف. اهم حاجه في السحور الفول، هو ده مسمار البطن. والزبادي انا بفضل اتسحر زبادي وبس، بيطري على القلب طول النهار. ليلى لازم تاكلي حبيبتي. ماليش نفس يا ماما. جبت بر نفسك، انت صبحه صايمه. شويه شوربه من فضلك يا سلوى. انا اكلتي المفضله في السحور هي الشوربه. شكرا. وانا اهم حاجه عندي سحور الجبنه، ممكن اعيش على الجبنه لغايه تاني يوم. اعمل لك ساندويتش يا حبيبتي. ما انا باكل اهو يا ماما. ما بتاكليش يا بنت، كلي هتجوعي. على اخر رمضان هتبقي زي العصايه. على راي المثل، جوعه على جوعه بقت زعزوعه. الحمد لله. شبعت كده؟ ما انت عارفاني احب ابقى خفيف. في مكرونه من الظهر، اجيب لك حته؟ زي بعضه بدل ما تترمي. احط لك عليها صلصه؟ ويا ريت جنبها حتتين لحمه ملبسين كده. طب ما الطبق قدامك اهو، خد منه زي ما انت عايز. يا سلام، مكرونه شكلها حلو قوي، يفتح النفس. هات طبقك انا احط لك. كمال؟ الله، ما تسيبيه الراجل سابح صايم. حسن، انت هتسحر جبنه بس يا ابني؟ خفيف.
طب انا عندي فراخ عاملاها الظهر، تاخد واحده؟ ما يضرش، تعجبني خد. انيسه انت مش كنت عامله حمام محشي امبارح؟ اه فضوا جوزين وجبتهم معايا هم، عاوزهم؟ لا جوز واحد كفايه. طب خد يا اخوي خد، بر نفسك يا ابني. اجيب لك بالمره سلطانيه زبادي؟ زبادي ايه يا وليه، احنا هنلبخ على الاخر. بقول لك السحور لازم يبقى خفيف خفيف. الله الحمام شكله مغري قوي. طب ما تاخد الجوز ده. لا انا هاخد واحده بس، لانه الحمام بيبقى حامي في الصيام. اعملوا حسابكم ان لسه في بيكاتا وملوخيه بالارانب وبمحشي ورق عنب وبدقيق باميه، ده غير الخشاف والكنافه وقمر الدين، كل دول لازم يخلصوا. ايوه بس ده يبقى كتير قوي. مش فاهمك، ده خفيف خفيف. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طيب انا هروح اهني الزملاء والمديرين، مين يحب يجي معايا؟ يجي معايا. يلا بينا. كل عام وانتم بخير يا اخوانا. هنروح نهني الزملاء والمديرين، مين يحب يجي معانا؟ كلنا. طب يلا بينا. كل سنه وانتم طيبين، اقعدها علينا بخير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ادخل. كل سنة وانت طيب يا كمال بيه. طيبين. اهلا اهلا اهلا. بعد اذن سعادتك عايزين نروح نهني السيد رئيس الشركة. العدد ده كله؟ لازم يزعل جدا لانكم سايبين اشغالكم ومكاتبكم ورايحين تهنوه. ده احنا مش هناخد غير دقيقة واحدة بس. اذا كان اكتر من كده لا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا بينا. ربنا يعودها عليك الايام الخير يا رب. انتوا عارفين؟ عزمي بيه راجل ناشف. ايوه مفهوم ولا لا؟ مفهوم. ما عندوش رحمه، شغل يعني شغل. حاضر يا فندم. حاضر ان شاء الله. دول موظفين الشركة كل أملهم في الدنيا إنهم يسلموا على سيادتك بمناسبة رمضان. أنا آسف يا جماعة، أصل الإنفلونزا مع البرد مع الصيام هدوا حيلي، وخصوصا كمان وأنا باخد مضاد حيوي. كان الله في عونك يا عزمي بيه. إيه ده كمان؟ الموظفين دول سايبين مكاتبهم وجايين هنا ليه؟ يهنوا بالشهر الكريم. التهنئة الجميلة اللي ترضيني ان كل واحد يروح يشوف شغله. ازاي الحال بقى لو كل الموظفين سابوا مكاتبهم وراحوا يهنوا بعض؟ تبقى مصطبة مش شركة يا فندم. انا اسف. اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا سبسة يلا. اتفضلوا. ايوه وفاء، انا عزمي. ها عامله لنا ايه على الفطار النهارده؟ انا واقع من دلوقتي. اسمعي يا وفاء، ما تعملي لنا الضلع المحشي زي ما عملتيه المره اللي فاتت، بس بكتر الليمون والزعتر. ها وانت طيبه يا حبيبتي، انا هطلبك كمان شويه علشان اشوفك وصلت لحد فين في الضلع. وفاء انا هسيبك دلوقتي عشان عندي شغل متلتل. مع السلامه يا حبيبتي. كام؟ اطلع بينا بقى على سوق الزلط. ليه؟
في واحد بتاع ترش بلدي هناك انا اعرفه كويس. هو لازم يعني ترش بلدي؟ امال يبقى صيام ازاي من غير ترش بلدي؟ لازم حاجه حرش عشان تفتح النفس. ما في بتوع ترش كتير في سكتنا. لا دول كلهم الترش بتاعهم اتقلت بركته، انما ده لسه بخيره. المعلم ابو ديل ده انا عارفه كويس قوي، ده عنده شويه ميه دقه انما شافها. بس انا ما اعرفش اروح سوق الزلط ده. سوق انت وانا هدلك. على بالي انت بقى ما تخلصي تقوير المحشي اكون انا رخيت الملوخيه على النار. ماما لسه فاضل كتير، انا جعت قوي. ايه ده؟ ايه اللي بتاكليه ده؟ شوكولاته لقيتها في الثلاجه، قلت اصبر نفسي كده لحد ما الاكل يخلص. الله، انت مش صايمه؟ الحمد لله. ايه نسيتي خالص كده؟ نوم راح عليا. مادام نسيتي يبقى خلاص، دي الملايكه هما اللي بيطعموكي. معلش يلا روحي مضي بقك واستغفري وصلي العصر، ما فيهاش حاجه. يلا. ايه طب مش محتاجين اي مساعده؟ انت بتعرفي تعملي ايه؟ بعمل قطايف حلوه قوي، بس حد فيكم بقى يحضر الحشو ويحشي بيه القطايف وانا بقى ابقى اقفلها. كتر خيرك، مش عايزين النهارده يا ماما، مع السلامه. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بابا اشترى السوق كله. طبعا مش رمضان كريم، امال يبقى كريم ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا هتفضلوا واقفين كده زي تمثال نهضة مصر؟ ما تحطوا الحاجة في مكان. في ايه؟ ننزل في ايه؟ كدوب تعالى يا اخويا. هات هات نزل هنا هنا اهو اهو. شوفي انا جايب لك هنا سلطة الطحينة، وما تنسيش البصل الاخضر. طيب. انا جايب لك 20 حزمة. طيب طيب خلاص. هي الساعة بقى كام؟ 3:30. لسه بدري يا سيد. السلام عليكم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا كمال؟ ايه اللي جايبه ده؟ خدوا مني خدوا مني دول شوية فاكهة وعيش بقى سخن خالص طالع من الفرن بيفحفح، عجبني قوي. وليه بس؟ ما كل حاجة موجودة. ايه يا ستي البيت واحد، بس أهم حاجة بقى البيكلز. ها؟ المخلل بالمسترد عشان يفتح النفس. ليه هو انتوا نفسكم مسدودة؟ يا ساعة بقى كام دلوقتي؟ ياه دي رابع مرة تسألني عن الساعة في ظرف 10 دقايق. معلش أصل بس خايف للمدفع يضرب وما ناخدش بالنا. ولا أنت اللي بتتهرب من العشرة؟ أبدا، أنا بس هشقر على أنيسة في المطبخ أحسن تكون ناسية حاجة. تبقى بتتهرب بقى. الله 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 الله. بتعمل ايه يا ساي؟ سلطه. طب سيبها وانا اعملها. لا ما تعرفيش تعمليها زي، انا اجدع واحد يعمل سلطه في مصر. الله 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 الله، وده ايه بقى اللي هتعمليه دلوقتي في الصينيه دي؟ دي مكرونه بالبشاميل. مش عايزين زحمه علشان نعرف نشتغل. خيوب عليا ما حد عامل السلطه غير انا. احنا جايين علشان نساعد. السعاده الوحيده اللي ممكن تعملوها لنا انكم تهوونا شويه علشان نلحق نخلص الاكل قبل المغرب. اه صحيح، هي الساعه بقى كام دلوقتي؟ تاني يا سيد بيه. سيد عارف ايه في التلفزيون دلوقتي؟ إيه؟ فيلم بتاع اسماعيل ياسين حماتي ملاك. صحيح وربنا. اه يا سلام،
الفيلم ده بقاله يجي شهر بحاله ما نزلهوش في التلفزيون. انا قلت فيه عطل فني ولا حاجه. طب اجري الحق الاول. طيب كمان انت هتطول كتير هنا ان شاء الله. ما انا بصراحه بقى مش لاقي حاجه عميله. لا انا لقيت لك شغلانه كويسه قوي. شوف يا كمال تروح شقتنا هتلاقي لست قد كده هو جنب التليفون فيها اسماء الناس اللي لازم نعيد عليهم بمناسبه رمضان. يلا زاول مهام وظيفتك الجديده. والله فكره. الله 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 الرجاله في السن ده بتحصل لهم رده في المشاعر. ها يعني بيصغروا من تاني. ايوه بس يبقى همهم على بطنهم على طول. ما عشان كده المثل بيقول ان الطعام هو اقرب طريق لقلب الرجل. صح. واحيانا بيبقى اقرب طريق للقرافه برضو. صح. انيس يلا حبيبتي اعملي التقليه علشان نطشها على الملوخيه. صدق الله العظيم. لا استنوا استنوا. الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. عاوزه اسمع مسلسل الشرق الاوسط. هاتي انا عاوزه اسمع الفزوره بتاعت مصر. يا مصر. ميرسي. حيلك حيلك انا جايبه عشان اسمع مسلسل الشباب والرياض. هات الدولة يا حسن وخش هات واحد تاني. كنت بفتكر هتقول لي الهرم. ما انا عايز اشوف الهرم وبرج القاهره مصر قوي. وعايز اطير عشان ازور ام هاشم وسيدنا الحسين. حضرتك بتحب اولياء الله يا ولدي. داني لما بصلي امام الحسين وسيدنا محمد هاشم بيهمني بالنور والرحمه. هروح اصلي المغرب وارجع اكمل اكل. ربنا يوعدنا بزياره بيت الله الحرام. يا خبر زي بعضه. في ايه؟ التلفزيون. مالك؟ انا عايز الحق اتفرج على سلاحف المانجا. ايه رايك بقى في الخبر ده؟ ده اجمل خبر سمعته بحياتي. يا ترى الفوازير السنه دي شكلها ايه؟ الشاي يا سلوى. لا المشمشيه اولا بالزبيب والقراصيا. المهم الصنيبر. القشطه علشان الكنافه وعيش السرايا. هاتيلي فوار يا انيس ولا كربوناته عشان الحق اهضم واعرف اكل الحلو. انا معايا فوار اجنبي. اي حاجه. معدتي كده مدبوشه وبطني مزغونه مش عارف من ايه ده. ده اللي انا بستغرب له مع ان اكلتك خفيفه قوي يا سيد بيه. كل دي اعلانات الفوازير امتى بقى؟ المهم الام مسلسل. سيد سيد انا كنت عاوز اعسل شويه وصحوني على الف ليل. طب قوم خش نام جوه. طيب حصليني بكوبايه ميه عشان اخد الفوار. حاضر. لسه ما تتأخريش الاجتماع عندي هيبدأ وهيبقى على مستوى القمة. حاضر. يلا نشرب الشاي هناك بقى. يلا. طيب عشان اتوضى بالمرة واصلي العشاء. الحمد لله ادي اول يوم في الصيام عدى على خير. هانت ما لسه غير 29 يوم بس. قال ايه؟ كل سنه بتسافر باريس عشان تشتري هدومها من هناك.
وحياتك تلاقيها بتروح لغايه المسك وترجع. مرضى دي بتفشر فشر. الباريس قال، قالوا ابو فصاده بيعجن القشطه برجليه، قال كان يبن على عرقيبه. لا لا يا جماعه بلاش نجيب سيره الناس، دعوا الخلق للخالق. اه صحيح يا جماعه، احنا في رمضان. عندك حق، هي حقيقي فشاره بس قلبها طيب وغلبانه. ده انا قلبي بيتقطع عشانها من يوم اللي عامله السودة اللي عملتها فيها ساميه. عملت فيها ايه؟ لو انتوا ما تعرفوش، مش خدت منها جوزها؟ لا 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 لا, لا ما تقوم. معقوله يا وفاء؟ صحيح، خدته من على ميرفت وثلاث عيال. لا يا جماعه بلاش نجيب سيره الناس، دعوا الخلق للخالق. ايه واتجوزوه؟ في السر. اوبا يا جماعه حرام، احنا في رمضان. صحيح عندك حق، يوه نسيت. فعلا بلاش الكلام ده فعلا. ايوه ايوه عشان عيب حرام. مش هقول لكم بقى على الفضيحه اللي عملتها علا. ده بقى غير فضيحه شد وشها. هي كمان بتشد وشها؟ اصلها لا، ولا بلاش حرام. لا قولي بقى يا حفيظه. دي وخلاص، اصل احنا في رمضان. ما تنطقي بقى، اصلها بتسافر كل سنه اوروبا عشان تشد وشها، ام السنه دي سافرت ورجعت قفاها يقمر عيش. ليه؟ ما رضيش يشد لها وشها، قالوا لو شدناه هيتقطع. طب والفضيحه الثانيه بقى يا ادريه؟ ها؟ لا 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 لا، عيب عيب حرام. لا ادريه عندها حق، دي نميمه، والنميمه بقى بتفطر. طب ما احنا خلاص فطرنا. ايه صحيح؟ ما دام فطرنا خلاص قولي بقى. طيب هي وجوزها عاملين جمعيه خيريه، بيجمعوا الهدوم من الناس الاغنياء ويفرقوها على الفقراء. وبعدين؟ وبعدين ما بيفرقوهاش يا اختي على الفقراء، بيفرقوها على نفسهم، بيبيعوها وبيقبضوا ثمنها، وفي الاخر يصطادوا اتنين تلاته كده يمضوهم على ورق انهم خدوا الهدوم دي بكده. نو مون ديو، اعوذ بالله. يا جماعه بلاش بقى تجيبوا سيره الناس، دعوا الخلق للخالق. ايوه صحيح يا جماعه، احنا في رمضان. مش عباس وسعديه اتطلقوا؟ لا يا حرام.